كيحس بالمزود غير اللي مخبوط به. كاينين رجال اللي كيساهموا غير بحيوان منوي. انا 11 عام وانا مطلقه، هذا حمل كبير عليا. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ما عرفتش وين نبدا لكم، ولكن شفتوني والبارح تطرقت لواحد الموضوع اللي هو مهم، اللي كيخص النساء المطلقات وكيف ما قلت في واحد الكومونتير، ما كيحس بالمزود غير اللي مخبوط به. دونك غادي يحس بهذا الموضوع غير النساء اللي كيعانيوا منه، ما غاديش يحسوا به اللي باقي مزوجين، ما يحسش به الراجل. غادي يقدروا يفهموا الموضوع، ولكن ما يقدروش يحسوا بالمعاناة اللي كتعاني هذه المرأة المطلقة في وسط المجتمع. كيف ما سبق وقلت انا كنت بغير بالمساواة، كيف ما المرأة ملي كتمشي تجيب شي ورقة كيقولها فينا هو الأب، يقولوا للراجل فينا هي الأم. حيت الولاد ديالهم واللي كيبقاو في الاول وفي الاخر الضحايا هما الاطفال. بغيت نعطي واحد المثال. مثلا انا عندي شركه، انا امراه عندي شركه وعندي 61% ديال الاسهم، وداخل معايا شريك راجل اللي عنده 40%. هادشي ما بغيتش نقول عندي 99% والراجل عنده غير 1% في هاد الشركه. دونك الحاجه اللي واضحه وباينه هي اللي عنده اسهم اكثر هو اللي غادي يقدر يسير ويقدر يتكلف بهاد الشركه وياخذ قرارات في هاد الشركه. فاحنا كنهضروا على اهم شركه في الحياه اللي هي الاطفال، فكيفاش الام اللي عندها اكثر نسبه في الحق في هاد الاطفال، حيت اللي كتحمل بهم وكتولد بهم. وكيف ما سبقت وقلت كاينين رجال اللي كيساهموا غير بحيوان منوي، دونك علاش تكون عندهم اهم الاطفال في هذا المجتمع؟ زعما نفهموها غير بالعقل، غير بالعقل. الام اللي كانت هي اللي حاضنه اولادها وهي اللي كتصرف عليهم وهي اللي كدير كل شيء، وما عارفاش الراجل فين كاين. وكاينين بزاف ديال المسائل اللي قريتهم غير في لي كومونتير عندي في هذاك البوست، كاينين بزاف ديال المآسي اللي كتعيشهم المراه. اللي بغيت نقول اليوم، كيفاش بغيتو امراه اللي كتنقصوا منها في هذا المجتمع، امراه اللي مهزوزه الثقه في نفسها حيت ما عطينهاش قيمه وما محافظينش على كرامتها كانسانه في هذا المجتمع، كيفاش بغيتوها تربيو لكم اجيال، تربي لكم ولد عنده الثقه في نفسه، اولاد ناجحين، اولاد صالحين؟ كيفاش بغيتو هذه المراه تدير؟ ما حيلتها تخدم، ما حيلتها تربي، ما حيلتها تقاسي. هذه هي الحقيقة المرة، وكيف ما قلت لكم ما غادي يحس بها غير اللي مجربها، ما غادي يحس بها غير بحال دوك النساء اللي كتبوا لي كومونتير وبحرقة، حيت كيقاسيو. حيت ملي غادي تمشي لشي بيرو باش تجيب شي ورقة ديال ولدك وغادي يقولوا لك ما عندكش الحق، كنت الوحيد اللي كتضرب عليه تمارة، كما حيلتك كتساكريفي من حياتك. انا 11 عام وانا مطلقة، مساكريفي حياتي على وديت ولدي، كنقريه كلشي على وديت ولدي. دونك اون فان دو كونط ما عنديش الحق ناخذ ورقه ما نقدرش نفهمها. هذه ما نقدرش نفهمها. السواسيه كيف ما كاينين في البلدان المتقدمه، الحق الراجل يمشي يطلب ورقه فينا هي الموافقه ديال الام ديالو. جو بو كومبروندر، كتعتبروني حتى انا انسان. الا كان الحيوان اليوم، الحيوانات عندهم جمعيات كينادوا. ومع الاسف حنا المراه المغربيه القاده اللي كيف ما كتبت في البوست، اللي كتهز ولادها بسنانها واللي تصبر للذل، تصبر الاهانه، تصبر بزاف د الحوايج على وديت تكافح على وديت ولادها. دونك المراه المغربيه والمراه المطلقه واللي كتقاسي، انا كنحيي لكم، انا كنقول لكم نتوما رجال ونص، رجال ونص. انا اليوم ومن شحال هادي من عام، من نهار اللي طلقت وانا كنعتبر راسي راجل اكثر من مراه، حيت كندير كاع داكشي اللي كيديروا الرجال، كنخدم كنضرب تماره وفي الدور ديال المراه، ام واب في نفس الوقت. والحمل صعيب، راه ملي كيكونوا كوبل
وكيخدموا بجوج وكيربيو بجوج في هذا الوقت في هذا الزمان في هذه الاسعار العاليه. دونك كاينين بزاف ديال الرجال، كاينين بزاف ديال النساء اللي هما رجال، وهذا الشيء ما اختاريناش. ما كرهتش حتى انا نكون غير مرا، نكون نحس براسي مرا، ما نحسش براسي ما نحسش براسي هزا حمل كبير عليا. انا اليوم كنقول الحمد لله عايشه، الحمد لله عايشه كريمه، ولكن كنحط راسي في بلاصه بنات بلادي اللي متلقات، اللي على قد الحال، اللي تقدر تخدم نهار وما تقدرش ما تخدمش شهر شهرين، وعندها في عود ولد عندها ثلاثة ولا أربعة، والراجل مخليها وما كيصرفش، وملي تبغي تمشي تقيدهم غير في المدرسة خاص الراجل، ملي تبغي تاخذ لاكارت ناسيونال خاص الراجل. وكاينين النساء قبل ما تطلق كتقتلع وتهبط في المحاكم، والراجل هربان، وعارفين الراجل هربان، المفروض مع ديك ورقة الطلاق غادي تعطيو للسيدة ورقة باش تكلف ورق ولادها المينيموم. يعني حنا ماشي كاع الناس قاريين القانون، ماشي كاع الناس كملوا قرايتهم وما فاهمينش. ما كاينين فريمون بزاف ديال المسائل، كاينين المراه ما تقدرش دير كونط لولدها ولا لبنتها الا كانت مطلقه خاص الاب. قريت في دي ميساج صيفطوا لي الناس، كاينين دي فام اللي داروا دي كونط لولادهم باش غير يجمعوا لهم شويه ديال الفلوس من هنا للقدام لقرايتهم بزاف ديال الحوايج. جا الاب دا كاع الحصيصه اللي جمعات المراه في الكونط ديال ولدها. كاينين بزاف المسائل كيوقعوا بزاف. كاين المراه لا طلقات ولا مشات حتى تزوجات كتسقط عليها الحضانه، والراجل واخا يكون مجوج كتمشي ليه الحضانه، والدراري كيمشيو يعيشوا مع مراه غريبه ما كيعرفوهاش، فعاود ما يبقاو عايشين مع امهم. كاينين بزاف ديال المسائل، كاينين بزاف ديال المسائل. ف هاد النساء ديال اليوم اللي كيعانيو راه كيولدوا لكم وكيربوا لكم واحد الاجيال. الا بغينا نزيدو مع الاسف، كنمشي مع الاسف، كنقول الحمد لله حيت عندي الله هاد الوليد، عطاني الله هاد الوليد، مع الاسف تزوجت صغيره بزاف. ما كنتش فاهمه كي حتى الناس اللي تزوجوا كبار ولا فاهمين في الحياه ما كيكونوش عارفين القانون ولي ديتاي ديال مدونات الاسره وداكشي ديال الطلاق والصداع والربينه. اليوم ما نقدروش نعرفو، كنكونوا مزيانين مع شي حد ونقدروا نكونوا ما مزيانينش معاه. المصارين في الكرش كيدابزو كيترونو كيتقلبو، دونك ماشي مشكل في الشخص، مشكل في القانون. الدول المتقدمه اللي كيحتفلوا بعيد الام جات معاهم، عاطي المراه حقها، سير هضر مع المراه في شي بلاد من هاد البلدان المتقدمه. المراه في هاد البلدان المتقدمه اللي كيحتفلوا بعيد المراه وعيد الام، اللي كتبغي تطلق كتاخذ النص ديال الثروه ديال راجلها، كتخرج بنفقه ديال 200-300 درهم. الحضانه نص ديال الوقت عنده ونص ديال الوقت عندها. ملي كيبغي هو يمشي يطلب ورقه كيقولوا ليه الموافقه ديال الام، ملي كتمشي هي تطلب ورقه كيقولوا الموافقه ديال الاب. اذا كاين المساواه، يعني كيعتبروا المراه والراجل انسان، ماشي راجل انسان والمراه ما عرفتش مراه، ما عرفتش شنو هي مراه. انا ما باقي بغيت نفهم تفسير المراه في المجتمع ديالنا، ما عرفتش شنو غادي نفسر راسي، حيت لقيت راسي في الاول وفي الاخر لقيت راسي كاع هادشي اللي كندير، ولكن انا راه غير هادشي. بلا ما نعاود لكم على المآسي، ما نعاودش لكم على الحوايج كيفون فريمون مال، حيت مع الاسف هنايا حنا في مجتمع كيحكم على المظاهر، ومجتمع حيت انا فنانه وحيت كنحط صور زوينين وحيت ديما ضاحكه وحيت ديما راه عندي لا في بارفيت، وحتى ملي غادي نقول للناس انا كنعاني من هذا الموضوع يقولوا لك الناس اللي ما فاهمينش اللي ما عايشينش الموضوع يقول لك مالك اشنو ناقصك كاع هادشي. وكت حنا باقيين في لو جوجمون حيت مرا، باقيين في لو جوجمون بركه غير المهنه ديالي حيت مرا اشنو كنسمع،
واشنو المهيور واشنو السبان واشنو، وكان كافح وكان جاهد ونانفيستي من فلوسي ونخدم وندير وندير باش نعيش عيشة كريمة انا وولدي. اي اون فان دو كونت كان بقى مرا ما اختارتش نرجعوا الموضوع باش المرأة تقدر تخرج لاكارت ناسيونال والباسبور لولادها، المرأة المطلقة. مشيت المقاطعة قال لي لا ضروري من ورقة ديال الأب، عاود رجعت مرة أخرى طلعت عند القيد قال لي ياك اوبليجي واش ما كاينش حل، قال لي ما عرفت سيري سولي رئيس مصلحة الجوازات. مشيت عند السيد الله يجازيه بالخير في الاول قال لي لا شوفي مع با، قلت لي راه ما هي با دوبسيون. من بعد قال لي وي عندك الحق ترفعي دعوة، ومن بعد المحكمة تحكم ليك، تقدر تحكم ليك باش تاخدي هاد الحقية ولا باش تاخدي هاد الحق ديالك باش تصايبي الوراق لولدك. دونك انا درت هاد الدعوة، يلا درتها هاد لاسمين يلا بديت فيها، ما عرفتش شحال غادي تاخد ديال الوقت ما عرفتش. دونك هاد المعلومة ما كيناش ما كيعرفوهاش كاع الناس، ما بزاف ديال لي فام ديفورسي اللي ما عارفينش راه يقدروا يرفعوا دعوه باش يكون عندهم هذا الحق. بيان سور هاد الدعوه غادي تطلب تجي بي بانه الاب ما كاينش، بانه بزاف الحوايج اي فوالا. دونك سي دي فري دو بلوس زيد الخل على الخميره هي هادي. وكنقول الله يكون في عون الناس اللي على قد الحال اللي يلا كيتقاتلوا على لقمه العيش، زيديك محامي حتى هو باش تاخدي حقك باش تصيبي ورق ولدك ولا بنتك ولا ولادك. دونك كنت واخيرا اللي بغيت نقول النساء المطلقات اللي كتبوا لي لي كومونتير، الرجال اللي عندهم غير على امهم على اختهم ولا بنتهم، بغيت يكون هاشتاغ حقوقي كأم، بغيت تطاقيو المسؤولين، بغيت تطاقيو البرلمانيين، الناس اللي كنمشيو نصوتو عليهم باش يوصلوا صوتنا، حيت هما اللي كيمثلونا في البرلمان، هما اللي كيوصلوا مشاكلنا باش يلقاو ليها حلول. العيشة كريمة للمرأة الأم اللي كتربي أجيال اللي كتضحي، هادشي ما كيقللش من قيمة الراجل. الراجل مهم في حياتنا، الراجل هو با، هو خويا، هو ولدي، وبلا بيهم ما غاديش نعرف نعيش. دونك كنتمنى، هو مع الأسف غير الفضائح اللي كيتبارطاجو، مع الأسف حتى الفنانين الأغلبية ديالهم ما غاديش يهضروا في شي موضوع الا لا كان غادي يفيدهم بالبوز بشي حاجه. انا كنحيي الناس اللي بارطاجاو، كنحيي مومو، كنحيي حميد الحضري، وهادو الرجال اللي كتجيهم الغيره على المراه، وحيت كيحسوا بالمراه حيت المراه امهم بنتهم. كنحيي رجوة، سي لي سول بيرسون اللي جاتهم الغيره. مع الاسف كنت طلعت عايرت وتسبيت، كنت درت شي فضيحه وبارطاجيت شي فضيحه، كان كلشي غادي يهضر. مي ماشي مشكل انا حقي غادي ناخذ ان شاء الله. مي جاتني الغيره على نساء اخرين اللي كيعيشوا في القهره والظلم. كنت اسف على التفاهه اللي ولينا فيها. Je ne suis pas le genre à nous parler de ces sujets, mais je cite un homme loué je belia nous seul sorti les canards à bro sarcha au sort bzef de les femmes faire le mouchetama au voilà au merci l'indes. مرسي للرجال اللي كيدعموا المراه، اللي مع الحقوق ديال المراه،
اللي كيحترموها واللي كيقدروها واللي كيكبروا ولادهم وكيحترموا ولادهم وكيعيشوهم عيشة كريمة. تحية لكم. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.